تنتهي قصتنا. ستتابعون اليوم حوادث جديدة. بعد اختطاف عصابة الفرسان السود الأشرار لأفينيا، هاجم الفرسان السود قرية هاكوم ونجحوا في الاستيلاء على أحجار الرابطة الخاصة بفرسانها. بعد ذلك اكتشف بابين أن الفرسان السود هم عصابة تضم ماد وشادو وجيل وراث، والأربعة يأتمرون بأمر زعيم مجهول. ولإنقاذ أفينيا ذهب لوت وشيفال إلى خبير الألغاز وتعلما قاعدة نقل القوى، ثم انطلقا للبحث عن أفينيا. لا 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 لن نستكينا، لا 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 لن نلينا، فهذه البلاد تحب السرور. هل ستكون أفينيا بخير الآن؟ أظن أنها بخير لأن بيريوس معها الآن. أجل، ولكن حجر الرابطة ليس معها، ولذا لا أظنها سوف تستطيع مناداته. أنت على حق، لقد سرقت العصابة الحجر، ولذلك علينا إنقاذها في أقرب وقت. أجل، سنفعل، سننقذها بلا شك، بتعاوننا سننجح في ذلك. أجل، ولذلك علينا أن نتزود بالطاقة. خذ، تناول حلوى نافير اللذيذة. وهذه لك. وهذه القطعة لي، أنا جائع جدا. هاي، أين حصتي؟ آسف، أعددت ثلاثا فقط. لم تحسب حسابي؟ أتعلم؟ في رأيي السير في طريقين مختلفتين أفضل لنا. أوافقك، أظن أن هذا الأمر أفضل لنا في البحث ويسهم في اختصار الوقت، صحيح؟ أجل، لقد فكرت في الأمر واخترت أن أسلك طريق الصحراء. ماذا نختار يا نافيرو؟ ما الذي تفعله يا نافيرو؟ أنا أفكر في الأمر. أقلت تفكر؟ نعم، عندما أفكر يحدث هذا. توقف عن فعل ذلك. قلت لك إن هذا يحدث عندما أفكر. اهدأ ولا تتشاجرا. اسمعا، لدي اقتراح، لما لا تسألاني لفلاين عن طريق لكما؟ نسأل لفلاين؟ أجل، سترشدكما إلى طريق مناسبة. فكرة جيدة، لدى لفلاين معلومات عن الطرقات وسيرحبون بي في قريتهم ويستقبلونني بحفاوة. أحق ذلك؟ ألا تذكر عندما رحبوا بي في المرة السابقة؟ قررت، سنذهب في الصباح إلى قرية لفلاين. انتهى الأمر، والآن سأنام. هل نام حقا؟ نعم، لا شك أنه يفكر. سنعثر على أفينيا، أليس كذلك؟ بلى. أرجو ألا يضيعا في الطريق. هاي أنت، المفترض أن تقلق علينا وليس عليهما. أوكلت أمر الطريق إليك. فكر جيداً ثم أجبني، أي طريق نسلك الآن؟ أفكر في هذا الأمر، ولذلك خرجت الريح مني. ما الذي تقصده؟ أقصد أني لا أخرج الغازات اعتباطاً. حسناً، قل لي أي طريق نختار؟ لا أزال أفكر. توقف عن فعل هذا وأجبني. افهم، هذا الأمر يحدث لي عندما أفكر. ما هذا؟ هل هو وحش؟ آه!
ألست أنت مساعد المخترع مينيلجر؟ أنت إتسي بيتس، أليس صحيحاً؟ هذا رائع جداً، رأيتكما في الوقت المناسب. أجل رأيتكما في الوقت المناسب، لقد قلتها مرتين لأن الأمر مهم. أما من جهتنا نحن لا نرغب في رؤيتك أبداً. أجل، لا نرغب أبداً. أرجو منكما أن تذهبا معي لمساعدة المخترع مينيلجر. ها؟ هل المخترع مينيلجر في خطر؟ إن تصرفاته تبدو غريبة، لنذهب لمساعدته من فضلكما. نعتذر، نحن مشغولان بأمر الآن، نبحث عن مقر الفرسان السود، لا وقت لذلك. لا تفوتكما هذه الفرصة. اسمعا، إنه يعرف كثيرا من الأشياء، ولا شك في أنه يعرف الفرسان السود ويستطيع تقديم المساعدة إليكما. سمعت أنه أعد بحثا عنهم. أحق ذلك؟ مع أني لا أصدق هذا، دعنا نجربه مرة. إن قدم إلينا معلومات فسنساعده، وإن لم يفعل فسنتركه ونذهب إلى قرية ليفلاين. أنا المخترع مينيلجر، لم أعد رجلا خبيرا أبدا، لقد صرت جاهلا. ما مشكلته؟ يتأرجح؟ انظرا، إنه على هذه الحال منذ حادثة الآفة السوداء، فقد حماسته ولم يعد يخترع أي شيء. أليس هذا أفضل؟ سيرتاح العالم من أفعاله الشريرة. بلى، أنا أوافقك، ولكنه رجل خبير ذو مكانة، وفي رأيي من الخطأ تركه على هذه الحال. رجل بكفاءته يستحق منا المساعدة. سنوافق إن قدمت إلينا الحلوى. إن توقف هذا على الحلوى فلدي قطعة في المختبر. أحقا؟ أيها المخترع مينيلجر، أريد أن أسألك سؤالا. هاي مينيلجر، هل تراني؟ لم يرد، لم يهتم بي أبدا. وأنا أيضا لم يعد يهتم بي. حسنا، يبدو أننا لن نستطيع أن نسأله عن الفرسان السود، لنذهب يا نافيرو. هيا. هذه قوة وليست ريحا عادية. كيف عرفت ذلك؟ اسمع، عرفت هذا الأمر من الرائحة. أنتما لوت ونافيرو، صحيح؟ أخبرني كيف اكتسبت هذه القوة الغازية؟ غير معقول، تكلم بعد مدة طويلة من الصمت. إذن اكتسبت مورثاتها بتطبيق قاعدة نقل القوة، فهمت، وهي لأحد الضواري. هذا صحيح، ولكنها قوة مزعجة. هل علمتني طريقة القاعدة؟ إن أخبرتنا بما تعرفه عن عصابة الفرسان السود فسنعلمك طريقة القاعدة. أخبرهما بما نعرفه عن الفرسان السود. أملك سيدي، هم فرسان يسرقون أحجار الروابط من كل مكان. هذا الأمر نعرفه جيدا، أين مقرهم؟ نحن لا نعرف غير ذلك، قلت لكما إننا نعرف كي تأتي وتساعدانا. لا أعرف عنهم كثيرا، لكني بحثت في أمرهم وحصلت على معلومات. عرفت مقرهم؟ أين؟ أين نجدهم؟ لا أذكر إن كنت قد دونت على هذه الأوراق مقرهم. هل رسمت خريطة لمقرهم؟ هل تذكر ذلك؟ هل رسمت خريطة يا مينيلجر أو لم ترسم؟ لم أتذكر. إنه على هذه الحال أهمل بحوثه ولم يعد يهتم بها كما كان. لنذهب يا نافيرو، من الواضح أننا نضيع وقتنا هنا. صحيح، لنذهب إلى القرية. هيا بنا. هيا. انتظرا قليلا، لا تتركا المخترع مينيلجر، ألا تريدان مساعدته؟ ماذا نفعل؟ لا نستطيع مساعدته بشيء، لدينا ما هو أهم الآن. علينا أن نذهب. أجل، وداعا. ألا تريداني أن تتناولا الحلوى أيضا؟ بلى نريد ذلك، قلت إن لديك قطعة، أعطني إياها. إنها هناك. إنها حلوة، سأتناولها. إنها لكما مع أنكما لم تفعلا شيئا. ماذا تريد أن نفعل؟ إنه بخير، ألا ترى؟ من الأفضل لنا أن يبقى على حاله كي لا يعود إلى أفعاله الشريرة. سحقا، سأتناولها. هاي، توقف. هذه ليست حلوى عادية، إنه فطر بشكل حلوى. فطر بشكل حلوى؟ ها؟ ماذا يحدث لي؟ هذا لي
لأنه فطر ضار. هل سيهلك؟ هل تقصد أني سأهلك؟ أخبرني. أرجوك افعل شيئا لإنقاذه. لا تقلقا، هذا الفطر ليس مميتا. حقا؟ طمأنتني، جعلتني أخاف. لكن سينتفخ بطنك أكثر. لقد ضيعنا وقتنا عبثا. قل لي ماذا علي أن أفعل؟ عليك ألا تقترب مني أكثر، ابقى بعيدا قدر الإمكان. لهذا اترك مسافة أمان بيننا. أتعلم؟ يمكننا الاستفادة من الريح. إن هاجمنا الفرسان السود فلا شك في أنهم سيهربون عندما يشمونها. أنت على حق، ومع ذلك لا تقترب مني. حسناً، أي طريق توصل إلى القرية؟ هذه الطريق. إذن لنختر هذه. إياك وأن تنسى مسافة الأمان. ترى لماذا هرب؟ قلت لي إنهم سيرحبون بنا ترحيباً حاراً عندما يروننا. ارتعدت فرائصه من شدة الدهشة لأننا ظهرنا فجأة أمامه. أنت واثق؟ ها؟ نافيرو! نافيرو! أصدقائي، أنا جئت هنا لزيارتكم. جاءوا للترحيب بك حقاً. صديقي لوت، أهلا بك. كول، كيف حالك؟ أخبرني. أنا بخير، وأنت؟ توقفوا عن هذا، لا تهزوني أكثر من ذلك. فعل ذلك ثانية. رائحة كريهة، أليس كذلك؟ بلى. هل هناك سبب للزيارة؟ للحصول على معلومات عن الفرسان السود. أهم العصابة التي تسرق أحجار الروابط؟ أتعرفهم؟ نعم أعرفهم. سنحصل على المعلومات أخيرا. أعتذر إليك يا لوت، هذا ما نعرفه عن الفرسان السود. كل ما نعرفه أنهم أربعة فرسان يسرقون الأحجار، ولهم زعيم مجهول يقودهم. لقد فهمت، نحن لا نعرف أكثر من هذه المعلومات أيضاً. يبدو أن نافيرو يتلقى اهتماماً خاصاً. وأنت ستتلقى اهتماماً خاصاً أيضاً. نحن نعد لك لحماً مشوياً. ماذا؟ لحم مشوي أيضاً؟ كل هذه القطعة لي؟ لا، هذا اللحم ليس لك، شويناه ليأكله لوت. هل سمعت؟ ما الأمر؟ أعدها! هذا؟ أعدها! 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 أعيد الحركة؟ سأعيدها! ارتكبت خطأً ثانياً بقدومي إلى قرية الفلاين. إنه يهاجمنا! أعدها! هذه لي! توقف! توجه نحو المنحوتة.
لا داعي للقلق، سنكون بخير. نافيرو معنا، أنت على حق. نافيرو 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 نافيرو. اعتمدوا علي، سأدافع عنها. لنذهب. أي فهمت، أراك متحمساً للقتال. أجل متحمس، استدعي داريك. نداء إلى رابلوس. إنه قادم إلينا. نحن لن نسمح له بالاقتراب. أين هو؟ هناك. دعنا نهاجم هذا الضارية يا رادلوس ونطرده خارجا. تجنب مقذوفاته. أين اختبأ؟ ارمي كرة نارية. والآن هيا يا راذا، أكمل هجومك النارية واطرد. أصابنا. أنت بخير؟ بخير، لكنه أصاب راذا. ماذا سأقول لهم؟ نافيرو. حاضر. أرجوك لا تدعه يقترب من المنحوتة. لن أدعه يقترب، يمكنكما الاعتماد علي في ذلك. ماذا أفعل الآن؟ فطر الحلوى، هل أتناول الفطر؟ رادلوس انهض. سأهجم. لا لا تفعل، فقد يؤذيك. هل هرب؟ لم يهرب، لماذا؟ جيد. ما رأيك في ذلك؟ قل، ألم يكن هجومي على الضاري مذهلاً؟ بلى مذهل. لما تقولها باستياء؟ الرائحة كريهة. ولكن من المستبعد أن يعود الضاري إلى القرية بعد ما حدث. بركت جهودك. كان أمراً بسيطاً، لا أستطيع تحمل هذه الرائحة. إن منحوتة الفارس الأسطوري ريدان والقط الذي رافقه بخير. شكراً على حمايتكما لها. في الحقيقة أنا لا أستحق الشكر لأني هزمت. أشكر نافيرو وحده. نافيرو يتدخل في الأوقات الحرجة فقط. أتعلم؟ إن مرورنا على هذه القرية لم يكن هدراً للوقت، بل مررنا في الوقت المناسب، صحيح؟ نعم، يبدو أنكما قد عزمتما على الرحيل. نرحب بكما في أي وقت تعودان فيه. عندما أحصل على معلومات عن الفرسان السود سأخبركما من فوري. لا أشك، شكرا لك. إلى اللقاء. لا تتأخرا، سننتظر عودتكما إلى قريتنا على أحر من الجمر. نافيرو 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 نافيرو.
عادوا للهتاف. نافيرو، سأعود إليكم قريبا. نافيرو، أعدكم. لا 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 لن نستكينا، لا 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 لن نلينا. فهذه البلاد تحب السرور. مرحبا، أنا شيفال. التقيت فالي في الصحراء وسألتها عن داري السابق نارجا كيوغا، فهل رأته؟ ترى أين أجده؟ تابعونا في الحلقة القادمة، مغامراتنا لا تنتهي. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. الآن خلصنا الحلقة 213 من أنمي بوروتو. الصراحة كانت رهيبة من ناحية الأحداث وأيضا من ناحية القتال اللي صار بين كاشين كوجي وجيكن أو إيشكي. الصراحة كانت أحداث جدا رهيبة، وتعرفنا أكثر عن قوة إيشكي، وتعرفنا أيضا عن القوة الرهيبة اللي يمتلكها كاشين كوجي. الصراحة بأثناء القتال لشيء اللي عجبني لكن لم يكمل، عندما قال ناروتو أنه تقنيات كاشين كوجي تشبه، وانتهت اللقطة. أعتقد أنه عرف أنه التقنيات اللي يستخدمها كاشين كوجي أغلبيتها تشبه جيرايا. المهم الحلقة كانت رهيبة، أيضا تعرفنا أنه بوروتو حاليا هو درك أنه نفسه أنه بخطر، والوتد ما ينتهي إلا بحل واحد واللي هو قتل بوروتو. المهم الحلقة الجاية راح تكون 214 اللي راح تكون أيضا رهيبة، وأعتقد تكون أفضل من هذه الحلقة. المهم شكرا للمشاهدة، نلتقي في مقطع قادم خاصة معلومات عن كاشين كوجي ومعلومات عن جيجن. مقطع كامل إن شاء الله قادم قريبا. لا تنسى اللايك والشير والسبسكرايب. شكرا للمشاهدة، مع السلامة.